انا هاد العام راني مهوله سبحان الله يا خويا، وبغيت نمشي ان شاء الله الا كتب الله نغسل عظيماتي نمشي للحج. تبارك الله، مزيان مزيان. وهذاك الشيء علاش راني ناويه ندير واحد السويديقه، وبغيت هذوك الفلوس اللي غادي نعطيك ان شاء الله نختنوا بهم الدراري اللي والديهم ما فحالهمش. عرفتي الدنيا خويا، هذه نرجع ولا ما نرجعش من الحزن؟ والله يهديك العزيزه، وستي باقا تدقي وتدردكي. شوفي تبارك الله، خدودك كي دايرين هك بحال الورد، وتقول لي الوقت والزمان هذا تاش من وقت والزمان. شوف انا طلب الواحد اللي عندي وكنطلبوا الله الليل قبل النهار، ان يكون نهار قبل نهاري. ياك اخويا ياك اخويا، كدعي ليا بالحشم بالحياه. الله يهديك العزيزه، انا ديما ندوي هك وتدوي هك، انت عارفه من اش بغيت نقول. واه انا راه ما بغيش نخليك العديان، انا راه العديان ما بغيش نخليهم لي يبقاو من بعد مني يفرسوك ويديو لك شغل. ما عليناش ما عليناش، المهم انا غادي نعطيك الفلوس. ايوا ولكن راه غدير بهم هادشي اللي قلت لك، راه تقليد الله في عمقك. واه عباد الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. واعي راه انا كنستحقهم اكثر من اي واحد، انا راه محتاج ليهم درك. انا ويلي تسير كتقول الله يهديك. لاش محتاج اخويا اه العزيزه؟ الله يهديك، انا شحال هذيك تبغي ندوي معك على واحد الموضوع وما كانت شي مناسبه. المناسبه دابا هي جات، هي دابا قدامنا. يلا سيدي قول لي هذا الموضوع اللي بغيت تقول. شوفي سمعيني مزيان دابا. صباح الخير الموتشو. صباح الخير. واحد العشرة زيدهم على ديال البارح. يلا الله يعاون. تهلا. اح الله يا الله، دوزوك البيضة وهوزوك القارة، عوزوك البيضة وهوزوك القارة، عوزوك البيضة. سي صباح الخير يا معلم. تقول لي الموت يا خويا. اه تخيلنا هو السير يدير لنا الصنبوري. شكون هو؟ الصباح تخيلنا واش بيت هنا؟ شكون؟ دابو غابة شكون؟ قول لي العطار يا معلم. وانا مالي قلت لك جزار. واش كيدير لنا واش بيت هنا يا شنو؟ ونكذب عليك؟ هي ماشي الاولى كان كيبات ديما في دارو، وهذه هي وين شتوها كيتخطر هنا ولا كيبات في الحانوت. وشو الدخاخنا المعلم؟ شو الدخاخن؟ الدخاخن هذا بلا شك داير شي مصيبه غادي يخرج علينا به. شي بلان هذا المعلم ياك ما علينا. وانا غنمشي نشوف. سير يلا. صباح الخير يا سي بو غابه. حنا شبو سكا هذا واقيلا ميا ميا، هاد النهار غادي يخرج عندي فارسة. واسي بو غابة واي تما سمعي شوف اش كدير انت هنا؟ ها ميات مرة كنقول لك منين نكون مرفوع بعد مني بعد مني. انا ماشي بو غابة، انا على الخشبة واقفة بعد مني. شي معاكم؟ شي معاكم؟ سمحوا لي سمحوا لي سمحوا لي بو جادي المكي. بعد مني بعد مني غيخرجوا لك جوادي ويعوجوك. سير بعد مني. احنا غنشوفوا شكون اللي غيعوج فينا. مسخوت الوالدين هذا. مالك اشير؟ هذا بحال السلام عليكم غادي يخرج على الحومه. ايوا اشير. كيوجد شي بليغ. ايوا الله كيوجد. اللهم المعلم بيني وبينك طلب تسليم. انت مالي تنطلب تسليم؟ مال ولا لي سيد نقدر. وانت ما كتبتهاش عاس خاسره بيني وبينك. انت غاتطلب تسليم مالك؟ انت بغيت نعرف واش انت خدام معايا ولا خدام معاه؟ يلا زيد درك عليا زلافتك، درك عليا زلافتك، يلا زيد خلفها، زيد خلفها. تلفت فيا. هاكا؟ بقى بحال هكاك معلم. اش كاين؟ مهمتي 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 معلم، بانت فيك الأمارة. اه؟ والمعلم وجهك صفر. ايه؟ أح! ايه؟ راه شودني؟ دلا والمعلم. اه؟ نيفك عواج. أنا أنا المعلم غتموت. مهم. غتموت المعلم. المعلم غتموت. شوف شوف. قلب على مرايا. سليم سليم ما كانش. أنا أنا نشوف. واحد السلام عليكم. واش ما لقاش عندكم الصرف ديال الدولار الامريكي ولا الفرنك الفرنسي ولا الليره الايطاليه؟ تي سير يقول واش ما لقاش عندك واحد 10 دراهم حتى نصرف هذا الشيء اللي قلت لك؟ موتى. نعم كانت خاينه. مالو؟ راه هذا هو اللي غيركب فيك بو صفير ويركب فيك بو قبار
هذا هو اللي غيدلق الودنين. واش اللي جي لقع النبوري على الصباح كيطلب الفرانك ماشي يركب فيا السكر؟ هذا يركب فيا وزين تاع السكر بالعشوب. واش هذا؟ اش كتقمقم تما؟ اش كتقمقم؟ لا غير الاستاذ، انا طالب تسليم. طالب تسليم بكل تواضع الاستاذ زين عند كيشتي العطار حال من الصباح ما فيه باش هو يعطيك تال الفرقال هذاك الشيء هذاك راه من الصباح. انا قاسم المخنطر نمشي نطلب داك المشعويد هي تلات بيا لا حاشا ايوا على ما الساعه هذه شنو يبقى يتخنطر على دابا؟ ما عرفتش موتشو. نعم اروح اشرب درهم تما المعلم. اشنو راك سمعتي وسيل عاوتاني سباه فيا المعلم هاو قدامك نجبدها ولا ما نجبدهاش؟ طيه نعم عندي ترتيجة في عمقي طيه طيه وشتعينك الى لقيتي شي حاجه في المجر طيه ولكن شتعينك هكا تغمز هذه اليمنى واش مريضه ولا شنو؟ راني قلت لك مع الناس من عنقرتك هي دابا انا قاسم المخنطر وليت فيا بيناتكم انا اللي كنفهمك طلبونا تصيبونا الا خاصك شي حاجه جي عندي حيت انا اللي كنقدر الاساتذه والعلماء فهمت معلم وانت ديك قلت لي قلم المزه بغا عفرك وقيت 100 درهم معلم هيا كي 1000 فرانك كي 100 درهم كلهم فلوس يا وجه النحس يلاش اجي لهنا تخلو ايه عمرنا ما نتقدموا يا وجه اللويل الموت قول لي نعم تشحال مرة قلت لك ما تبقاش تقرب للمجر ولكن المعلم راك راه انت اللي غمزتيني غمزتك باش ما تعطيش ماشي باش تعطيه واش غادي لك انا واحد عطيتك يا كرونا المعلم يا حي وانت ملي يديك ياكلوك انت وياكلوك ما تخبط ماشي تصرخي اش غندير لك المعلم اش غندير؟ هذيك 1000 ريال اللي عطيتيه لا لا غادي نقلع عليك من الشهر كاع وفي العمر يا المعلم هذيك 1000 ريال اللي عطيته في العمر وصلت في الصحافي ايوا انا غنقلع عليك اللي كتشد هاد الشهر فاتيني شحال كنشد كل شي 14% وكنحيدو منا فلوس الحمام وفلوس كاسكرول حياك شحال كتشيط ليك 14% هاد الشهر غنقطع عليك 14% و 600 نقطع عليك في الشهر الجاي ياك جيتك اشنو ما تعطيه 4000 ريال كاع تعلم قاسم مخطب لي الناس كوني عارف قاسم 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 وهذه على العالمة الأولى واللي ما كيطلبش تسليم مازال يشوف ومازال نهار طويل تسليم تسليم نشب ويكلم ويك تسليم من دخل تسليم يا عزيزة يا شنو هالنهار طلع واش درتي معايا فاش والله يديك واش دابا كلام اللي دير نهار واش بنسيتي دغيا نسيتي فؤاد دوي معايا قود انا عارفني بحالي بحال التران ما كان وقفت على الناقة واخا لا انا غادي معاك قود ودابا فيقي ليا وطرطقي ليا ودنيك وتسنطي ليا وتوقضي ليا وير ماني بنتك ناعسه وانا فايقه دوي انا باغي ندوي مشروع مشروع العزيزه اللي قلت لك راه خاصني راس المال اش من مشروع والعزيزه والله هذيك وجبه انا نبقى نعاود لك وانا قلتها لك البارح المشروع ما تقلقيش انا نعاود كاع شنو المشروع المشروع اللي قلت لك ديال الطوموبيلات انا قلت لك زعما ندير مشروع ديال الطوموبيلات نبيع ونشري الطوموبيلات نشري الطوموبيل ونبيعها من هنا نشريها اليوم ونبيعها غدا الفلوس والربح مضمون وسهله وما فيها خساره ودابا انا مالي بنت لك انا عندي شركه ديال الطوموبيلات اجي خويا واش انا بنت لك بطانتي سدا شتك حد دوره عريم هدي عطيني بغيت ندير مشروع عري مالك اش خصك اش ناقصك واكل شارب لابس مهني اش بغيتي اش ناقصك
ولا عزيز الله يهديك بحال انت دابا ما عارفه والو. اش ناقصني؟ ناقصني السميه. واش انا عباد الله انا ندوز من الدرب هكا من الحومه يلقوني ولا الدرب يقولوا هذاك عفوا هذا راجل عزيز عجبك الحال؟ ودابا قول لي عجبك الحال. ويلي على هذا الراجل مالي خوتي بغى يحمقني انا ناري. وراك راجل العزيزه مالك راجل فطوش؟ والله يهديك العزيزه واش انا نكرتك درك كنت حنا كندوي هوك وانت كدوري هوك. انا قلت لك راه راجلك بالفور انا راني راجلك ولكن انا راه خاصني بداو يقولوا لي سي فؤاد والسي خاصها راس المال. يا إيه؟ هي دابا انا نوض نشري لك هاد السي وتكون تحشم تكون تحشم تكتا في قدوم قد صداري وطمع في السيده تفوت عليك اختي تفوت عليك اختي تدارك التوكاله برك وتاكل فيها فوت عليك يا عزيزه. ودابا انا جبتها انت بغاتي قدامك انت قالت دابا بديتو بديت عاوتاني المراه هي وراجلها اش دخلك انت واش حرق شطاتك راجلها شكون هو الراجل اختي غير الا كان هذا راجل الله يعطيني تراني دوز عليا عرض الله ينجيك اختي جي لعندك اللي ما يبغيك ما عرفتش اختي انا النهار الاول باش كنتي كتشوفي واش كنتي كتشوفي بعينك ولا بمناخرك اوالي انا لي خوتي انت مالكي عاد خلا فينا مال ما تخلص راسك مالو اش دار ليك انت اش دار ليا ما كنحملوش انايا راه راجلي راجلي شله طبوطه ديال رمضان العزيزه دخلت عليك بالله الا ما عطيني الفلوس باش ندير راس المال ونفقس عيني العديان ولا اوال اش من عديانه تفوت عليك سيدي راه والله الشيره ما كاينش غيوقف لك قدي انا وفوت عليك اختي شوفي شوفي انا نقول لك واحد القضيه تصنطي ليا راه خاصك تفرقي معايا راه خاصك تعطيني اتصال بطيشطو في ساعتك رانا عارف رانا عارف رانا عارف المسائل كيفاش عبدو انا تحبني ما انا تحبني ناعس اوا علاش دخل عبدو الهضره ما عبدو لا اختي حيت هو عطاني واحد الكاسيطه عطيتها صاحبتي ديال ناري ناري ديال محمد عبدو واختي هو هذا قبل ما تطليني لا هو محمد المزقلدي محمد عبد الوهاب اصيل انا تحبني ناعس رانا عايق بكل شيء اجي كيفاش شكون عبدو اسمع عبدو هذا اللي فوق سوليها وهي غتقول لكل شيء انا ماشي شغلي لا انت اللي غتقول لي كيفاش شنو قاضيتك يا العزيزه الله يهديك واش حنا هنا ولا هنا دابا حنا عندنا قضيه كبار من هادشي تكوني انت وياها وفكم مشكلكم انت وياها انا دابا بغيت نعرف واش تعطيني راس المال ولا لا ودابا خويا انا بغيتيني نجيب لك هاد راس المال عندي شي حاجه مخبيه عليك بغيت ان شاء الله نتخبى في قبر لا اختي دابا مخبي عليك اخويا شي حاجه بغيت تبقى مورايا لا ما مورك ما والو هما قدامك ايوا ايوا جمعي راسك هذا راه عزو ديال جوج رجاله الله يرحمهم ويستع عليهم اخويا راني مخبيه مغل دوار الزمان ها ايوا هكا دابا شتي انت دابا قريتي فمو قلتي دوار الزمان يا العزيزه وشكون زمانك من غيري رانا هو زمانك ودابا انا اللي زمانك محتاج ليهم كيفاش دابا قولي لي دابا انا محتاج ليهم واش غدير ايوا خويا انا كنتي زماني ايه. وتفراق مع هادو فوتهم وشوف شي حاجه اخرى وبعد منهم واخا لا حنا خليناهم حتى نهار اخر دابا رانا ندوع في الحوانت دخلت عليك بالله دابا هذوك الحوانت اش طلعنا منهم يلاه هدول وين الحوانت وين والحوانت اللي عندك عباد الله اش طلعنا منهم علاش ما نبيعوهمش ونقضوا بهم حاجتنا ها ونديروا لافير علاش علاش من حانوت باغي نبيع اخويا هذاك الحانوت ديال المكي هو الاخر واش هذاك المكي اللي كاري هذه قرن وزماره وكيعطيك 10 دريال في الشهر وتسنوا يا با تسنى عادي يخلصك ويعمرك هضر ويعمرك هادشي علاش انا لا ما نبيعوش ونتنفعوا به وندير لافير يا واش يا خويا هذاك الحانوت ديال السي المكي انا بغيت ناخذ دوك جوج فرانك عيبارك ديال الراجل الله يرحمه ويوسع عليه يا العزيزه الله يهديك حيت ما فراسك ما تعاودي راه كل خير شي برا وتشوف واش كاين شي هذاك الحانوت ديال المكي ورا جا فرصاده راهك راهك في توجيهها راجع للشارع وعباد الله داك راه الساروت ديالو حارو فيه البناك لا لا انت ما بقيتيش عاجبني رجليك خرجوا الشوارع وليتي عين بين ياك العزيزه ياك العزيزه هذا هو فؤاد هذا هو راجلي فؤاد هذا هو اللي حارس على مصالحك هذا هو اللي مضلل عليك ياك على ما هاد لافير اللي مشيت تدرتها دابا انا غنديرها ليا انا راه ماشي ليا انا راه كلشي ليكم نتوما يا عباد الله انا خويا راني ما بغيت حتى شي لافير ما بغيتهاش اخويا غتنوض لي على الصداع والله الا قال لك لافير ها ودي ليه انا انسان خاصو يبرد يبرد ما يكونش دمو حامي والله الا ما نبرد عرب الله يهديك يا ما نبرد راه تنج درنا في عروقنا الله يهديك حبيبي بنادم ما يجي ويغوط ثلاثة لي بشوية هاك عطيه عطيه هاك استي اسمح لي ما كنشربش اتاي نشرب قهوة اي يذوقوا لك وخذ انت خذ انت الله يرحمك اخو عمرو الله يخليني راه قلبي عمرك والله يرحمك عفوا عاد الله يهديك وصاحبي ولا تنرفزنيش انا خذ خذ احطو احطو اتاي انت عاشرف اصاحبي ها وها تاع كالمي لو جو كالمي انت بشويه صاحبي خليت وتشوف انت نقول لك خاص تكون سياسي يا صاحبي
يا عرب الله يهديك، انا لمن كنعاود حلمي من الصح وانا نحكي لك كتقول لي سياسي، ولا السياسه ديال الدنيا ولا خيره درتها معاها ولا نفعات. واش عباد الله نتوما عايشين معايا عمرني خسرت العزيزه يا بدويو؟ ولا صاحبي راه ما خسرتيش ولا ها، ياك اللي طيبتها كنجغدروها وساكتين وكاينه يا كاع الشطايط ديال رجالها بجوج دارتهم ليا فوق ظهري. سكت عمري دويت؟ ما دويتيش ياك، عاديك النهار قدامك وبقيت فيك كاع جدات ليا صباط ديال الراجل ما عطات رجلو كانت قدوك نفخ ليا رجلي سبعاني وكاك سبعاني ولا قدوك من فوق ما بقيتش فيك؟ ما بقيتي فيك. ها دويت حليت فمي. واش كاينه شي سياسه اكثر من هذه وقولوا؟ ايه سياسه هذه هي تنسمي انا الدل والهوان على مالي انا وصديقي عروب صابرين على هذه الخربه. هات انت خذ على عينيك خذ كاع اللي خلات في هذيك يا قلت اختها هذه خرجوا مني هذا الفنان ديال اخر الزمان. اسمح لي احترم تحترم لا لا ياقوت بزاف عليك فهمتي، هي نواره ديال الدار انت ما عرفش القيمه ديالها. نواره ديال الدار هذيك راسك احمر ولا شوك احمر وانا اللي عارفها والله يطليك بها. امين. فؤاد فؤاد ريح ريح يا صاحبي ريح، خلينا في المهمه فؤاد. ما تشتيش اش كيقول ما تشتيش؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا خويا كتخرج الواحد على ديرو نتايا. يا لطيف يا لطيف قول لي يا خويا الله يرحم الوالد واش انا راجلها ولا ماشي راجلها؟ وراجلها انا على نكرناك راجلها راجلها. وعلاش اسيدي نجي نقول ليها اعطيني شويه الفلوس ندير راس المال تقول ما 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 ما, ما تعطينيش؟ علاش؟ واش قالت لك هي؟ اش قالت لك؟ وعلى يد واد راه هذا نوار سي عبدو واقفه بحال الشوكه في الحلقه هكا واقفه بحال عينيها مقابلاني دايرها خي خلاتني ندوي خلاتها هي تجاوب. اسمح لي ما تجبدش لالا ياقوت فهمتي، لالا ياقوت بزاف عليك فهمتي، وهي اللي عايقه بك في هذيك الدار حيت انت ما عندكش النفس. ما عنديش نفس؟ كتقولي انا ما عنديش نفس؟ هاد الشهد شوفوا غاتنرزوني. مالكم اصاحبي مالكم؟ انتما بردوا ارجع عبدو دخل سوق راسك دخل سوق راسك خلينا نتفاهموا مع الزين. ارجعت غدير اما بريك وسكت ولا خرج يضربك البنك. اسمح لي ما خرجش. ايوا ريح وسكت فؤاد فؤاد ريح اصاحبي نفس قال لك وصافي يا فؤاد صافي اصاحبي وصافي خليه راه ما بقى في الوالو اصاحبي ما بقى في الوالو يسكت وسكت صافي يا فؤاد برد يا فؤاد قلت لك قبيله برد وانت يا فؤاد شحال وانا تنعلم فيك تنقول لك بلي المراه خصها ليفو اخر خاصك تقولب معاه ماشي صح خاصك تعرف خاصك تخلي السكر ما يكون لا طالع لا والو من قاعد عاد هضر معاها صاحبي واش تنقول لك راه انا اللي فهمت بزنيز وانا اللي مولفت بزنيز. تبزنيز على داك تبزنيز عندك ها قفه ديال الكاوكاو تسميها تبزنيز وعاد عباد الله اش تخدمو فؤاد يلاه معايا نتفاهمو انا وياك يلاه فين غادي نمشيو عاود تاني فين؟ شوف غادي ندخلو البيت ديال قاسم نتفاهمو بعيد على هاد الكماره يعني دابا نبدا النفس تبغي النفس ما عندكش نفس وجوه ما كتحشمش وجوه مقصدره للاسف ناري اختي فؤاد والله العظيم الا بقات بلاصتو انا بعدا والله الا بقى فيا انت مابقاش فيك شي بقى فيا مالي تسطي تديري نفسو صاحبتي ديري نفسو تقلي مالك دايره بحال هكا تديري بحال العيالات بحال العيالات اختي انا ولفت راه عزيز عليا عزيز عليك هو بعدا راه عزيزين عليه غير فلوسك ومالا شنو فيها من عيب ياك راجلي فلوسي فلوسو لا اختي ماشي فلوسك فلوسو فلوسك انتي هما فلوسي انا حيت انا اللي غنورثك فاش غتموتي واه اش كتقولي كنضحك معاك اختي شتي هذاك والله يلقى فيك نقطه الدار عرفتي الا لقاها فيك والله العظيم لا رحمك والله تينعسك على الدص وانا كنقول لك هاودني منك انا كنعلمك اخت دخلنا عليك والله مالك ما كتحمليش هذا الراجل شنو دار لك لا ما دار لي والو مبطبط لاخو الله دابا فين شاد خصني نخرج قلبي عليه انت كنسي فينا تخرجي تقلبي عليه انت فينا تتمتي يا صاحبتي شوفي نقول لك شتي هذاك راه ما تصلح معاه غير الحيله كيفاش هانتي اسمعيني مزيان اش غنقول لك السلام عليكم سيدي اسحب خاطره لاله لا
خليك كنسول على كبر كيزي. يا هلال هذا هو محل ديال السكايات. عندنا الالتزام، الانزال، الاطلاق، الازواج، الاضراب، الاصلاح، الاخصام، الاعصار، الاعدام. الله يهديك كنسول على كبر كيزي. 800 ريال كبر كيزي. يا الله 600 ريال ما كاين باس حتى الاولى. الله يهديك الله يهديك كبر كيزي. ها كبر الركيزي. ها كتفلى عليا كنقول لك كبر الركيزي. اه قولي النادى راه هو. معلم ديك اللي خلات الدرع تاع الطار. اي اي بس ايه نزيد لهنا قول لها غنسد لك انا. اختي غنسدو سالينا. ما فهمتونيش. لا تديش عليها لالا هذاك تاع بروال هذا راه ما يعرف حتى حاجه. اش حب الخاطر؟ بغيت نفرح بولدي. هو هو فرح لالا وسعدي والناس طيليكا. هاتي هاتي ها الحلوى ها البكسويت هاتي ها فنيد المكانة ها الصابون البلدي ها سباكيتي واحد الشكلاط اللي جبنا البارح المعلم كي اي طيب هكاك بكية بكية ومس كاع بكية ومس. راكم ما فهمتونيش. قلت لكم بغيت نفرح به يعني بغيت نختنو نطهرو. وبالك المعلم ديالي حجاب بالك البقوسة يا دويلة. لا شويتي تقول بغيت سيدي كبر كيزي داكشي اللي جيت عندكم نسول. بنتي كان هو كبر كيزي. انا راه المكي الناقة بنت ليك لابس قفطان بنت ليك كنشطح فوق الكوارو وتي عتوضر لك داك النهار ولدك جيتي حقا بغيت نفرح بولدي. وسيري وسيري وبنتك انا غيطة معلقني المعلم انا هنايا. شموها في السماء. ايه شيك والله الا بحال سمعوها. ايه شتي الشنطيه ديال الخدمه كل دير شتي الشنطيه ديال الخدمه تغوت عليا الناس اللي باغيين يبيعوا ويشريوا. عمي فؤاد عمي فؤاد. ايش كاين فينا عمي فؤاد فينا هو اش بغيتي انت مالك اش كاين الطالب اش كاش كاين اش واقع خالتي العزيزة شي سير رجع عندها قول ليها انا راني ما راجع شي ماشي هكاك واش كاين ماتت.